El apoyo a las familias se presenta como una oportunidad inigualable para articular una red pública. Todas aquellas personas menores de edad cuyos padres... السلام عليكم مشاهدينا الكرام. الخوت اليوم غادي نشارك معكم جوج الاخبار عاجله ومهمه فيها افاده للجميع. الخبر الاول الخوت هو وزير الحقوق الاجتماعيه خطب واحد الخطاب ولا وعد واحد الوعود بانه غادي يعطي الوريقات للجميع اللي قل من 18 سنه ولو والديهم يعني حارقين. غادي نوضح لكم كلشي بالتفاصيل شنو قال هذا الوزير وشنو الوعود اللي وعد بها هذه الفئه هذه من المهاجرين. كذلك الخوت الخبر الثاني هو ان الحكومه الاسبانيه تعلن رسميا عن السماح للاجانب باش انهم يجيو يخدموا هنا في اسبانيا، لكن في هذه المجالات اللي محتاجها من اسبانيا. يعني كونترا اللي ما كانتش قبل في اسبانيا باش ان شي واحد يجيبه من المغرب ولا من اي بلد اللي ساني معاه من اسبانيا اتفاقيات الان ولا ممكن، لكن هذه الشروط اللي غادي نوضح لكم اللي طالبه اسبانيا، وهذه النوع ديال المهن اللي طالبه اسبانيا. ماشي في اي مهن تقدر تجيب خوك ولا تجيب ولد عمك من المغرب، لا. غادي نوضح لكم كلشي بالتفاصيل، لكن خبر مفرح. سنوات ما تحلتش هذا الامر هذا، الان اسبانيا تعلن رسميا على انها محتاجه ليد العامله تجيبها من برا. لكن الخوت كاينه تفاصيل مهمه، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج، اللي باقي ما مشتركش يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اذا الاخوان نبداو على بركه الله بالخبر الاول. هو وزير الحقوق الاجتماعيه الاسباني دار واحد الخطاب ولا دار واحد الندوه صحفيه يعلن فيها على اجراءات غادي يخدم عليها هاد السنه هذه اللي هي مهمه للجميع للاسبان، وقال حتى المهاجرين غادي يستافدوا منها اللي عندهم اللي الوالدين ما عندهمش الاوراق وليداتهم قل من 18 سنه قال غادي نصايب لهم الاوراق. خليكم الخوت مع التصريح ديالو ورجع نفصل لكم التفاصيل. El apoyo a las familias se presenta como una oportunidad inigualable para articular una red pública de respaldo de carácter universal que esperemos que no haga sino ampliarse de aquí en adelante. El despliegue propuesto está pensado para proteger social, económica y jurídicamente a las familias con el foco puesto en la lucha contra la pobreza infantil. Y desde luego será una prioridad de mi trabajo dar todos los pasos necesarios para que más pronto que tarde podamos resolver esa anomalía e incorporar esta prestación esencial para las políticas de protección a las familias y a la infancia. Este reconocimiento se traduce en acciones concretas, entre ellas la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios o la concesión de un NIE a todas aquellas personas menores de edad cuyos padres se encuentren en situación administrativa irregular. نعم الخوت كما شفتوا وزير الحقوق الاجتماعية في الندوة ديالو عطى وعود يعني جديدة ومهمة لجميع الإسبان والجميع يعني اللي كيعيش هنا في إسبانيا. قال بأنه عنده واحد البروغرام غادي يخدم عليه ديال أنه كيفاش ما يخلي حتى شي طفل كيعيش هنا في إسبانيا كيعيش ما في حالة الفقر أو لا يعني عنده حاجة لشي حاجة. قال بأنه غادي يخلي الطفولة هنا في إسبانيا متوفرة لهم جميع ظروف الحياة والحياة الكريمة بالنسبة للأسرة اللي كتوفر على الأطفال. قالوا من ضمنهم كاينين بعض الأطفال اللي الآباء ديالهم مهاجرين غير نظاميين يعني ما عندهمش الأوراق. قال أنا كوزير الحقوق حسب التصريح ديالو وزير الحقوق الاجتماعية غادي نخدم وكنواعد باش أنني هذوك الأطفال اللي قل من 18 سنة اللي الآباء ديالهم ما عندهمش الأوراق يعني تاهما مساكن ما كيكونوش عندهم الأوراق ما يقدروش يصيبوا الأوراق. قال بأن الحكومه غادي تصايب لهم الوراق، غادي تعطيهم النيه هي الاقامه ديال المهاجرين. هذا وعد يعني مهم واول مره غادي يدار هنا في اسبانيا بان الاباء ولو يكون ما عندهمش الوراق الا ولدوا هنايا غادي ياخذ الوراق. الا كان ولدهم هنايا مثلا جا معاهم وحتى هو ما عندوش الوراق هو قل من 18 سنه غادي يصايبوا له الوراق، الاباء حتى يصايبوه بالطريقه القانونيه ديال الريغو سوسيال ولا شي حاجه، لكن الابن مادام هو مينور مادام هو من الاطفال غادي يحاولوا يصايبوا له الوراق باش انه يحاول يعيش يعني في المجتمع بكرامه وموفره له جميع الشروط كباقي الاطفال اللي كاينين هنا في اسبانيا. وهذه الخوت كدار اول مره وتحول كبير، لذلك حنا كنشكروا حقيقه هذا الوزير اللي جا بعده اجراءات في مجال المساعدات الى اخره. هنا في المساعده ما كنبغيش نتكلم، كنتكلم فيما هو يعني امور اللي كتفيد الجاليه، المساعدات كاين اخوان كيتكلموا في هذه الامور. فكنشكروا حقيقه هذه الحكومه، هذه اول مره غادي يعطوا للاطفال اللي قل من 18 سنه اللي الوالدين ديالهم حراقه بالدارجه ديالنا ولا كيعيشوا بوضعيه غير قانونيه هنا في اسبانيا ما عندهمش الوراق، الوليدات ديالهم غادي يصيبوا الوراق. امتى غادي يخرج هذا القانون؟ الوزير ما عطاش وقت، قال بانه غادي يخدم عليه في هذه الايام القادمه، نهار غادي يخرج ان شاء الله غادي نشاركوه معكم. الخوت الخبر الثاني اللي هو مهم،
الحكومة الإسبانية لأول مرة، ماشي لأول مرة يعني في هذه السنة هذه ولا في الحكومة ديال بيدرو سانشي، تعلن يعني السماح بجلب الأجانب للعمل من خارج إسبانيا إلى إسبانيا أنهم يخدموا. يعني ذاك الكونترات اللي كيسولوا عليهم، لكن ما كندوش مع مصاصين الدماء اللي كيبيعوا في أي حاجة، ما كاينش البيع. هذا الشيء الدولة غادي تراقبه، وأي واحد غادي يلقاه كيبيع شي عقد عمل ولا شي حاجة، مشي يجيب شي واحد راه غادي تكاو عليه، لأن الحكومة كدير هذا الشيء بطريقة قانونية. ما كاينش البيع والشراء، مصاصين الدماء اللي كيبيعوا ويشريوا هذوك ما 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 كاينش ليهم يعني منصب في هذا الفتح اللي تفتح الحكومه. لاول مره عاوتاني الحكومه في هذه السنه هذه غادي تفتح الذراع ديالها باش انها تجلب العمال من عده دول من ضمنها المغرب. غادي نشوفوا الخوت تفتح الحكومه ذراعيها للاجانب من خلال خطه توظيف اولئك الذين لا يقيمون في اسبانيا. كما غادي نشوفوا الخوت، لقد كان وصول الاجانب والهجره احد المواضيع الساخنه 2023 الى اخره، لكن كما غادي نشوفوا بان وزاره الضمان الاجتماعي والهجره قالت بان غادي دير اجراءات بشان هذه المساله، تنظيم العماله الاجنبيه. شنو هي الخوت؟ هي ان اسبانيا الان محتاجه ليد العامله في بزاف ديال القطاعات، في بزاف ديال القطاعات. ماشي اي واحد غادي يقول لي يا مصطفى انا عندي هنا واحد البروجي ولا ندبر واحد الكونترا، غادي ندبر واحد الكونترا وغادي نصيفطها يعني لخويا ولا لشي واحد من العائله في المغرب وغادي نجيبوه ولا في الجزائر ولا هذا. لا، ماشي اي كونترا، كاين مجالات لاسبانيا محتاجاهم، هي اللي غادي تخلي العقود يخرجوا فيها. نعطيكم مثال، مثلا شي واحد هنا عنده صالون ديال الحلاقه غادي يقول لي انايا راه عندي خويا في المغرب عنده صالون ديال الحلاقه، واش في هذه الفتحه الجديده اللي فتحت الحكومه الاسبانيه واش ممكن نصيفط خويا نصيفط له عقد ديال العمل ديال الحلاقه ويدفعوا له القنصليه ويجيو يخدم هنايا؟ لا، علاش؟ لان الحلاقه كاينه وماشي من ضمن المجالات اللي اسبانيا محتاجاها. يعني انت واخا تصيفط واحد العقد ديال العمل تصيفطوا لخوك في المغرب ديال الحلاقه، غادي يمشي هو يدفع للقنصليه، القنصليه غادي ترفضوا ليه، لان القنصليه عندها اوامر ديال هادو هما العقود العمل اللي غادي يخرجوا من اسبانيا واللي تقبلوهم نتوما باش يجيو العماله من المغرب. زائد ان غادي تكون اعداد، ماشي بالالاف غادي يفتحوها، تكون اعداد مناسبه. شكون المجالات اللي اسبانيا محتاجاهم واللي فعلا غادي يجيو غادي يخرجوا كونترات عقود عمل من هنا من اسبانيا وغادي يمشيو لبزاف ديال البلدان، ماشي فقط المغرب، المغرب، الجزائر، دول في امريكا اللاتينيه، يعني بزاف ديال الدول. الخوت احنا نتكلموا على المغرب اللي هو كي هذا، شنو هما الامور اللي مطلوبه؟ اسبانيا محتاجه اليد العامله في الفلاحه، المجال الفلاحي. واه اسبانيا دائما كتجيب اكثر من 22000 مراه ديال كيخدموا في الفراوله، لكن الان باغا في مجال في ماشي غير ديال الفراوله، باغا حتى يخدموا ليها في ضيعات اخرى ديال البطاطا، ديال بزاف ديال 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 هذا، باغا يعني الناس اللي جاو يخدموا لها في الفلاحه، لان الاسبان ما كيبغيوش يخدموا لها في الفلاحه. لاحظتوا الخوت؟ يعني هي محتاجه شي حاجه اللي ما كيبغيوش الاسبان يخدموا فيها. اي مجال يقدروا عندها اليد العامله متوفره هنا في اسبانيا، ما غاديش داك الكونترا ولا تصيفطها للمغرب غادي ترجع خاويه. كذلك اسبانيا محتاجه، وهذا الفتح اللي غادي يفتح، الناس اللي عندهم البيرمي ديال الكاميون. لذلك الخوت من الافضل الناس اللي كتفكر انها تجي لاوروبا بطريقه قانونيه، دير في يديك على الاقل بيرمي ديال الرموك، لان اسبانيا محتاجه حسب التقارير اللي خارجه في الصحف، محتاجه تقريبا 20000 سائق. 20000 سائق، اوروبا كامله محتاجه تقريبا نص مليون سائق، 500000 سائق شاحنه. يعني اي واحد الان عنده بيرمي ديال الرموك راه في يديه الكنز، وفي يديه يعني فرصه من ذهب باش انه يخدم دائما بواحد الثمن مزيان، زائد انها يعني الاقامه. كذلك اسبانيا محتاجه العمال او العقود العمل اللي غادي يخرجوا من اسبانيا غادي يمشيو يقلبوا على من على الناس اللي كتخدم في مجال البناء. اش كنقولوا مجال البناء؟ مجال البناء راه فيه الصباغه، اصحاب القبص، الجليج، البلومبي، التريسيان، هاد المجالات هادو كاملين محتاجاهم اسبانيا. بالطبع هي غادي تحدد يعني مثلا في كل مجال، مثلا نعطيكم مثلا في البناء محتاجه 2000 تريسيان. صافي، لقيت اللي اسبانيا غادي تفتح الباب وغادي يخرجوا الكونتراتات، غادي تجمع داك 2000 ولا 1000 تريسيان اللي هي محتاجه، عطيتكم مثال، صافي غادي تسد، يعني ما تبقاش دائما مفتوحه. صافي جبنا داك 1000 اللي محتاجه اسبانيا، غادي تسد على داك العقود العمل. ثاني حاجه كما قلت لكم، الناس اللي عندها الحرف في البناء، نجار، اي حاجه عندها علاقه بالبناء، نجاره، ناس ديال الديكوراسيون، ناس ديال الصباغه، ناس ديال البلومبي، ناس ديال اي حاجه كما كنقولوا الكوفراج، ناس اي واحد عنده هذا، فراه مهم الوقت اللي غادي تفتح
اسبانيا خصكم تواصلوا مع الشركات ديال البناء ديريكتومون، هي غادي تكون واحد الباخينه وغادي تواصلوا معاها وهي الشركه اللي تصيفط لكم عقد ديال العمل. الناس اللي غادي يبداو ينصبوا عليكم، لان هذا الامر هذا فيه بزاف ديال النصاب، وحنا عارفين، حنا مغاربه عارفين شحال واحد تنصب عليه مسكين بعقد ديال العمل فلوس صحيحه. حضيو رؤوسكم حضيو رؤوسكم حضيو رؤوسكم. علاش؟ لان ما عند الحق حتى شي واحد يكذب عليك ويقول لك راه غادي نبيع لك عقد ديال العمل ب 7 مليون ولا 8 مليون، راه حتى انت ممكن تتابعك الحكومه، راه حتى انت متابع على شريتيه، فما عند الحق حتى شي واحد يبيع لك، ما عند الحق حتى شي واحد يشري. الشركات اللي غادي تخرج داك هذا غادي تخرجوا عن طريق وزاره الشغل وعن طريق وزاره الهجره، غادي يكون بيناتهم يعني شراكة، وكذلك البلد الاصل ديالك غادي تكون شراكة. اذا اي حاجه خاصها دير بطريقه قانونيه، راه الا لقاو شي واحد شاري شي عقد ديال العمل وهو موفرش فيه الشروط ولا هذا، راه الامور غادي تكون خايبه. اذا الحكومه الاسبانيه غادي تفتح الذراع ديالها باش تجيب العماله من اسبانيا، لكن بمراقبه شديده، وكما قلت لكم في هذه المجالات ماشي اي مجال، ماشي اي مجال الخوت. في الفلاحه، في الفلاحه محتاجه في الصيد البحري، الناس اللي كيديروا الصيد البحري، اسبانيا فعلا محتاجه الناس ديال الصيد البحري، ديال البناء في جميع المجالات. كذلك الاخوان اللي كيخدموا في ريستورانتيس، كاين بعض المناطق ماشي اسبانيا كامله، بعض المناطق فيها خصاص يقدروا يفتحوا في داك في داك يعني المدينه غادي يقدروا يفتحوا. لذلك وزاره الهجره الان راه او وزاره الشغل حتى هي راه كدير واحد الاحصائيات ديال كل منطقة وشحال محتاجة، كل منطقة وفين عندها الخصائص، باش انها غادي تحاول تطلب من داك الدول اللي دايره معاهم شراكات، يعني تطلب منهم تقول لهم وجدوا لي هنا واحد 500، هنا واحد 1000، هنا واحد كذا. فنتمنوا التيسير للجميع، وحذاري وحذاري من النصابة اللي كيبيعوا هاد الانواع ونصبوا عليكم، راه ما عند الحق حتى شي واحد يبيعها. واسبانيا ملي غادي تفتح راه ما غاديش تعطي لذاك هذوك اللي كيبيعوا، لا غادي تمشي ديريكت بطريقة قانونية عند الوزارة ديال البلد الاصل ديالك، وانت خصك تاخذ من عند الوزاره امور قانونيه، يعني اي واحد يجيب لك شي ورقه يبيعها لك راه ما يمكنش. اذا الاخوان نتمنى نكون وضحت لكم، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج. القناه الرسميه هي مصطفى البارودي في اليوتيوب، فحاولوا انكم تشتركوا، ودائما اللايكات ديالكم والبارطاج، وان شاء الله كانت شي معلومات جديده غادي نشاركها معكم. حبكم في الله، الى اللقاء.